بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. صدق الله العظيم. كان السؤال الثاني اللي وجهه مشركي قريش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حضرتكم تتذكروا لما أشرنا إليه في بداية تفسير سورة الكهف، كان السؤال من ضمن ثلاث أسئلة نقلوها أو نقلها كفار قريش من أحبار اليهود بهدف تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في صدق دعوته، بأن قالوا لوفد قريش، سلوه أي اليهود قالت لوفد قريش الذين ذهبوا لأحبار اليهود حتى يجدوا ما يعجز به النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أو هو طلبت اليهود بأن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه أي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث نأمركم بهن. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ماذا كان من أمرهم، قصدهم أهل الكهف. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسألوه عن الروح. جاء الجواب عن السؤال الأول في قصة فتية أهل الكهف في سورة الكهف كما رأينا، أما السؤال الثاني فجاءت إجابته هنا في قصة ذي القرنين. ولذلك بدأها المولى تبارك وتعالى بقوله مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن ذي القرنين. يسألونك حينما يسألونك أو حينما سألوك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأخبار التي هي في الغيب، أجبهم بالتالي. جاء حديث القرآن في إجابته عن ذي القرنين مكتفيا بذكر اسمه وأعماله الإصلاحية. وزي ما قلنا لحضراتكم أمس إن كتير من المفسرين اختلفوا في شأنه اختلافا كبيرا، اختلفوا في تعيين من هو. فوجدنا بقى كتير اللي يقول هو الإسكندر المقدوني، واللي يقول إنه هو أحد ملوك الفرس وأحد ملوك اليمن، لكن القرآن الكريم أبهم كل ذلك، لم يذكر من شأن ذي القرنين إلا اسمه وأعماله الصالحة وفتوحات الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف استثمر عطاءات الله سبحانه وتعالى له بأن أصبح من أبواب الرحمة الكبرى للخلق. يسألونك عن ذي القرنين قل، أي قل لهم يا محمد، سأتلو عليكم منه ذكرا. أي شرف بعد هذا الشرف، إن الحق تبارك وتعالى يتولى ذكر هذا الرجل في قرآنه الكريم الذي يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة، ليظل ذكر هذا الرجل العظيم باقيا بقاء القرآن خالدا بخلوده، ويظل أثره فيما عمل أسوة وقدوة لمن يعمل مثل أعمال هذا الرجل الصالح. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يذكر عند الخلق، سبحان الله. ولا غرابة حينما يحتفظ القرآن بهذا العمل المخلص وهذا الذكر الحميد لهذا الملك العادل الذي لا يعتدي على الجوار ولا يطمع في ثروات الغير ولا يسعى لنشر الفساد في الأرض مستعينا بأدوات الشر وعناصر الإجرام، إنما يستعين بما آتاه الله سبحانه وتعالى من عطايا على نشر الخير والعدل والرحمة، وأن يكون رمزا لعطاءات الله سبحانه وتعالى بكل خير. يقول الله تعالى عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أخبر الله سبحانه وتعالى السائلين عن ذي القرنين بأن الله مكن لذي القرنين بأن أعطاه ملكا عظيما متمكنا، وجعل له من جميع ما يؤتي الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والنصر، فملك
ملك المشارق والمغارب، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك والعباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم. أعطاه الله تعالى إمكانات لكل غرض يريده، فيصرف به الأمور بتيسير من الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا مكنه الله تعالى؟ لماذا مكن الله تعالى هذا الملك العظيم ذو القرنين؟ مكن الله تعالى لذي القرنين لأنه مأمون على تصريف الأمور وفق منهج الله سبحانه وتعالى. إذن لا يكون التمكين في الدنيا إلا لمن كان على طريق الله سائرا. ومأمون كذلك مكنه الله لأنه مأمون على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من إمكانات وعطايا وفتوحات. لم يعبث برحمات الله، لم يعبث بعطاءات الله سبحانه وتعالى، بأن هذا الملك الذي أعطاه الله هذه القوة، الأسباب التي يتسبب بها للوصول إلى ما يريد، يسرها الله في يديه من الملك والقوة والعلم، كل ما يؤدي إلى إنجاح جميع طموحات هذا الملك، لم يسعى بها إلى الطغيان وإلى السلب وإلى النهب، بل سعى ذو القرنين ووضع كل شيء في موضعه احتراما لأنعم الله تعالى التي أنزلها على عباده. وهذا ما يجب أن يكون عليه حال العباد مع النعم التي رزقهم الله تعالى بها، سواء كانت تلك النعم في الجسم بالصحة أو في الرزق والمال أو الذرية أو العمل، كل أنواع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ييسرها للعباد ويفتحها لهم على العباد أن يحترموا عطاءات الله لهم بأن يستغلوها ويستثمروها ويصرفوها في طريق مرضاته سبحانه وتعالى. يعني يجعل العبد تلك النعمة سبيلا لتحقيق مقاصد الله في الأرض من خلال نشر الخير والمعروف، محاصرة الشر والخراب والقضاء عليه. هنا استنباط دقيق لابد أن نقف عنده، وهو أن الأقوياء في الأرض الذين منحهم الله سبحانه وتعالى القوة، هل هم أقوياء بذواتهم؟ كلا، إن هؤلاء أقوياء بتمكين الله تعالى لهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عز وجل. إذا شعر الإنسان بقوة مادية أو بقوة معنوية، هذا من باب التمكين ليحمد الله سبحانه وتعالى على عطائه، وليسعى لأن يجعل ذلك العطاء بابا لخير عظيم يفيد منه البلاد والعباد. يقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم يخبرنا النص القرآني الكريم بعد ذلك في سياق السورة الكريمة بجانب من جوانب عطاءات الله تعالى لذي القرنين بقوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حيث قضى الله سبحانه وتعالى بأن خلق هذه الحياة بأن جعل فيها لكل شيء سببا. فإذا أردت أن تصل إلى شيء في الدنيا، يعني أنك توصل لطموح معين أو تحقيق شيء معين، لابد أن الإنسان يسعى للوصول إلى ما يريد باتخاذ الأسباب وإحكامها قدر المستطاع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. أي إنسان يريد أن يتجاوز، يعني يترك الأسباب، مصيره لابد أن سعيه ده سيخيب وينقص على عقبيه، كما أن الأدب، لأن ده فاته أن يأخذ بالأسباب تعبدا. الإنسان عليه أن يحترم سنن الله في كونه، الله الذي خلق هذه الأسباب ونثرها في هذه الحياة، وأراد من الإنسان عموما أن يأخذ بها. وعلى الإنسان المؤمن الأمر أشد، لأن الإنسان المؤمن عليه أن يأخذ بهذه الأسباب تعبدا، أي طاعة وانقيادا لأوامر الله سبحانه وتعالى. إن الأدب مع الله عز وجل يقتضي معرفة قواعد الخلق واتخاذ الأسباب، وفي ذات الوقت على القلب أن يتوكل على الله حق توكله، ولا يكتمل
توكل أحدنا على الله حق التوكل بأن يترك الأخذ بالأسباب وأن يكتفي بدعاوى تسليم الأمر بإيد الله أو ربنا سبحانه وتعالى لو شاء يسر ده كان يسره. لا، يبقى في خلط، يبقى أصبح ذلك تواكل وليس بتوكل. من ضمن جملة التواكل إن الإنسان يقعد مكانه فلا يسعى لطلب الرزق. طالب عنده امتحان لابد أن يذاكر، مريض عنده مرض لابد أن يسعى إلى تلمس أسباب الشفاء، لا أن يترك نفسه على هذا الحال ويقول بأن الله شاف. عليه أن يسعى لأن الله أمره أن يأخذ بالأسباب تعبدا. من ضمن جملة التواكل القائم على حسن الظن إهمال العمل. هؤلاء الصنف ده من الناس اللي يقول لك بس إحنا ربنا سبحانه وتعالى كريم، ما هو قال قولة الحق لكنه استعمل الأمر في غير موقعه أو في غير موضعه السليم. سيدنا الحسن البصري يعني عليه رحمة الله يقول إن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا ما صنعه ذو القرنين، وصل إلى كل ما وصل إليه وبلغ مشارق الأرض ومغاربها. هذا الذي أعطاه الله هذا الملك الواسع، لمع ذكره وعلى نجمه وسطع اسمه بين الناس جميعا لأنه أخذ بالأسباب. قانون السببية، ربط هذه الأسباب وربط الأشياء بأسبابها والنتائج بمقدماتها، قانون عام شامل لكل ما يحدث في الكون. وابن تيمية عليه رحمة الله أشار إلى ذلك، أشار إلى المنطق الفكري الذي لابد أن يسير عليه الإنسان في هذه الحياة. لأن الله تعالى خلق الأكوان وجعل لها نظام وجعل هناك أسباب لابد أن يسعى الإنسان إلى الأخذ بها، جعل هناك مقدمات تفضي بالإنسان بعد ذلك إلى نتائج. ليس في الدنيا، ابن تيمية بيقول ليس في الدنيا والآخرة شيء بلا سبب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب وخلق كل شيء. في قصة ذي القرنين يبرز السياق القرآني قيمة توظيف الأسباب للتمكين في الأرض. هي بتعكس احترام العطايا الإلهية، بتعكس كمان قصة ذي القرنين قيمة استخدام العلم في مصلحة البشرية. بنشوف أمم بتستعمل العلوم والمعارف في أن تضر غيرها من الأمم، لكن القرآن الكريم كلام الله الخالد يوجه من خلال استعراض هذه السير الطيبة لهؤلاء الصالحين من الملوك الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى القوة الإيمان والقوة والعلم لأن ينشروا به رحمات الله سبحانه وتعالى في كونه. استخدم ذو القرنين علمه الذي علمه الله إياه، استخدم تمكينه في الأرض بتيسير الأسباب له لمساعدة الناس ومواساتهم ومواساة الناس، منع العدوان عنهم، فكان من المصلحين المؤهلين لإعمار الأرض وتنمية مواردها. استفاد ذو القرنين مما منحه الله سبحانه وتعالى من وسائل وطرق وأسباب، أحسن استغلالها وأحسن إدارتها وأحسن توظيفها وأحسن التعامل معها، فكما قال القرآن فأتبع سببا. أتبع سببا يعني احترم العطاء الإلهي له، ربنا فتح له بذكاء ويسر له العلوم والمعارف مش قاعد مكانه، إنما أخذ بالأسباب والوسائل لبلوغ الغايات التي يسعى إليها، تتبع السبل والوسائل وتحصيلها التي تعين على تحقيق أهدافه وطموحاته في الدعوة والإصلاح ونشر العدالة والرحمة في شتى الأرجاء. فلم يكن ما قام به ذو القرنين من خوارق العادات البروز يعني هذا التمكين العظيم لم يكن عن طريق خوارق العادات، بل كان تمكين ذو القرنين من خلال أو من منطلق الأخذ بالأسباب، ووفق الله سبحانه وتعالى له أن يأخذ بهذه الأسباب ويسرها له وفق نواميس الكون، حيث هداه الله سبحانه وتعالى للأسباب ووفقه إليها، مما دل على فطنته وذكائه وحسن تعامله مع نظام الأسباب بنجاح. وفي هذا
دعوة صريحة للعباد أن يتأسوا بذي القرنين ويحترموا نظام الأسباب وسنن الله تعالى في الحياة، يحسنوا التعامل معها بإدراك آليات عملها والتعرف على مفاتيح أسرارها، يوظفوها في بناء المعرفة والقوة. إن ذا القرنين مع توكله على الله تعالى لم يتواكل ولم يغفل عن السعي للأخذ بالأسباب المؤدية إلى تمكينه في الأرض، بل استخدم ما منحه الله تعالى من علم في سبيل تعريف الخلق بالخالق، تحطيم قوى الشر والظلم والطغيان والفساد، تحقيق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى رب العالمين. سنرى إن شاء الله غدا بمشيئة الله، وسنبحر مع أول رحلة إصلاحية لذي القرنين إلى جهة المغرب. وإلى ذلك الحين ألقاكم إن شاء الله على خير بعد هذا الفاصل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بحضراتكم من جديد. ننوه على الصفحة الخاصة ببرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم الصفحة. بشكر كل الأسئلة والمقترحات، بشكر حضراتكم على كل النصائح الطيبة، بشكر حضراتكم على كل التعليقات، وكله يعني أنا أقرأه، ولكن هيتعذر أن احنا كل حاجة نرد عليها في التعليقات، لكن أقواها وأبرزها لازم بنأكد على حضراتكم أن احنا يعني بنشوفها وبنراجعها، وأنها بتكون من قبيل إسداء النصح اللي احنا بنبقى الحقيقة يعني متشوفين، وأنا متشوفة جدا أن أنا يعني أتلقى من حضراتكم كل شيء. كان من ضمن التعليقات اللطيفة، يعني احنا مش كل التعليقات حقيقة هنقدر نجيب عنها قبل ما ناخد التليفونات، أنه يعني أحد المتابعين بيقول الدكتورة نادية في بعض الأسئلة اللي بتبقى شوية صادمة بيبقى فيه عندها هدوء جدا مش متناسب مع طبيعة اللي بيسأل السؤال أو طبيعة الجرم أو الذنب اللي ارتكبه. يا أخي الفاضل، إحنا يعني طبعا كلام حضرتك على عيني والرأس، أنا فاهمة حضرتك بتبقى عندك غضب إنه إزاي إن الإنسان يحدث منه هذا الأمر، لكن هذه الشريعة الغراء علمتنا إن العبرة مش في ارتكاب الذنب، لأنه من طبيعة الإنسان أن ينسى فيقع فيه ارتكاب الذنوب. بعض الذنوب دي من الكبائر، بعضها من الصغائر، يعني ده من طبيعة الإنسان. لكن إذا جاء كإنسان يريد التوبة أو يريد أن يعود إلى الله، يعني كيف أنصب نفسي حكما عليه فأوبخ هذا أو إن أنا أعنف هذا؟ أحيانا على فكرة في بعض الأسئلة بيصبني نوع من الانفعال من الخوف على السائل، لكن مش انفعال إن أنا أؤدب من أمامي. إحنا نوجه وننصح فقط، لا نملك أكثر من ذلك. ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ، ونحن نتبعه في هذا المنهج الكريم، وإن كان هو يؤديه من مقام عالي وهو مقام النبوة، ونحن تابعا له لحملة أمانة ووراثة النبوة من العلم، نسير على ذات النهج.
وأتذكر شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ محمد مصطفى ضبش، وكان عالما جليلا من كبار علماء محافظة الإسكندرية، وصحبت شيخي أكثر من 18 سنة قراءة في العلوم الإسلامية، ده غير التخصص الأكاديمي. وكان سيدي الشيخ محمد مصطفى ضبش كان من كبار علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وأنا لي جملة من الأساتذة الكرام اللي شرفته، اللي ربنا كرمني وفتح لي من أبواب رحمته بالتلمذة والتلقي على أيديهم. كنت في الأول لما أسمع الأسئلة اللي بتجيله أتخض من إنه إزاي يعني يقع الإنسان في مثل هذه المعاصي الصعبة. الحقيقة لما كان يشوف إن أنا أتخض كده يقولي ما تتخضيش، وإياكي تعتقدي أن ذنب أحد هؤلاء بعيد عنك. يعني هو بيربي فيا كتلميذة له وناقلة لعلمه رضي الله عنه ورحمه الله رحمة كبرى، سيدي وأستاذي فضيلة الشيخ محمد مصطفى ضبش، ويروق لي أن أكرر اسمه لفضله العميم علي رحمة الله عليه، كان يقول لي الذنب مش بعيد عنك. فالإنسان اللي في مقام خدمة العلم ده ما يشوفش نفسه أعلى من اللي قدامه، ولا إنه يسور، لكن هو يسور للحق ويستقبل الناس بنوع من الهدوء. قال لي طالما عاد إلى الله وأراد أن يصحح مساره لا ننفره، لا تكوني عونا للشيطان على حالي زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدي المدرسة اللي احنا يعني تربينا عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وبنوجه من خلالها برضو ان احنا نتعامل مع أصحاب الأخطاء في المجتمع. ليس الأخطاء اللي الإنسان بيقع فيها، لو واحد ارتكب جريمة زنا، لو واحد أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعود عودة صادقة بتوبة صادقة، إذا كان الله سبحانه وتعالى يبدل الحسنات السيئات إلى حسنات، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، الناس دي اللي ربنا بيبدل سيئاتها الحسنات بمجرد التوبة الصادقة، فكيف بنا نحن البشر الضعاف اللي احنا زينا زيهم مفتقرين إلى رحمة الله؟ مش عشان احنا بنخدم العلم وربنا شرفنا بهذا المقام سنرى من أنفسنا مقاما غير الناس، احنا زينا زيهم ربما ينتج ويخرج منا الأخطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعصمنا من الزلل، وإنه يرحمنا برحمته، وإنه يجعلنا من أهل الطاعات، وإنه ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا مصادر رحمة ولطف بالخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. يا آية. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا يا آية. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله يا ست الكل. كل عام وحضرتك بألف خير وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة يا رب. أنا عندي بنتين 10 سنين و11 سنة. أيوة. لسه مش بلغهم. طلبوا مني لبس الخدخال خارج المنزل. أنا قلت لهم يعني غلط علشان ملفت وكده. فهم متابعين حضرتك وقاعدين دلوقتي وسامعين حضرتك، عايزين يعرفوا حكم لبس الخدخال. أنتوا كتاكيت لسه صغيرين يعني. كتاكيت 10 سنين و11 سنة، كتاكيت لسه صغيرين عايزين تلبسوا. أيوة. خدخال. يعني لازم لازم نلبس حاجه تليق بسننا، وان احنا لسه صغار على هذا الامر. هكلمهم يا اي. حاضر، بس هناخد الاسئله تباعا وابدا في الرد ان شاء الله. يا ام طه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره ناديه؟ الحمد لله يا ست الكل. الحمد لله. طيبه بصحه وحضرتك بالف خير وسلام يا رب. اتفضلي يا فندم. يا دكتوره ناديه، انا كنت عايزه يعني اقول لك على خاطئ المشكله بتاعتي، بس ايه معلش يعني هاخد وقت شويه منك. اتفضلي. انا دكتوره ناديه متجوزه من 16 سنه، وزوجي كان بيشتغل في مجال السياحه، وبعد كده السياحه عشان خاطر هو كان بيقول ان الفلوس حرام، وان انا عيالي بيتعبوا وكده، وعايز اقعد في البلد واشتغل وكده، اي شغلانه حلال بعيده عن شغلانه السياحه. فقعد في البلد، كان بيشتغل عمال في شركة كده، هو كان بياخد 300 جنيه، وظروفنا كانت صعبة جدا، ومعنا 4 أطفال، وبعد كده كانت مصاريفنا مرتبنا ما كانش مكفي مصاريف البيت. تمام. فاحنا على السؤال ده 4 سنين محدش بيسأل، يعني حتى أقرب الأقربين محدش كان بيسأل فينا خالص. فهو جوزي ابتدى بقى إنه يضحك ويعني ابتدى إيه يا فندم؟ معلش معلش الصوت بيقطع. ابتدى ايه بعد كده؟ ابتدى يضعف الدكتوره، غلط في حق نفسه وفي حق اخواته. راح بيت اخوه وحاول ان هو يشيل مبلغ من المحل، لانه هو كان عليه قرض كبير، كان عامل قرض عشان يسدد فيه. هو الصوت مش واضح فعلا. حاولي الو. حاولي حضرتك كلميني في مكان تكون الشبكه قويه فيه. انا مع حضرتك. أنا ماشي. راح لإخواته وعمل إيه بقى؟ ياخد إيه؟
مد ايده في بيت اخوه، غلط في حق اخوه، غلط في حقي انا، حقي انا مراته وعياله. فبعد اللي حصل ده قال له احنا مسامحين واحنا الموضوع ده بينا ومش هيطلع بره، واحنا هنساعدوه، اخونا مش وحش. وبعد كده راح رجعوا غيروا كلامهم واتهموني انا ان انا ليا يد في اللي حصل. اتهموني انا، وبعد كده حصلت مشاكل كتير بسبب القصة اللي حصلت دي. والمهم ان في الاخر يعني انا بعد الفترة دي سبته، عشان خاطر هو يعني اهله ظنوا فيا ظن مش كويس واتهموني، فانا سبته وطلبت منه الطلاق وانفصلت فترة عنه. وبعد كده ناس يعني اتدخلوا كده ورجعونا تاني لبعض. انت انفصلت يا ست ام طه بسبب المشاكل الكتيره اللي حطوا حضرتك فيها، بسبب المشاكل الكتيره وان ناس اتهموني انا ودخلوني بدون ذنب. انت السبب ان هو راح وتهجم عليهم وضربهم والكلام ده. هو ما ضربهمش، هو شال منيهم مبلغ من المال وهم مش موجودين في بيتهم، وبعد كده رد سرقهم لهم يعني اصل يعني ايه سرقهم. ايوه ورد لهم المبلغ لما هو تاني يوم على طول، يعني لمجرد ما هو اصلا كان تعبان وكان بياخد يعني مثلا ايه اللي هو برشام يعني غيبوا عن وعي وكده عشان خاطر الظروف الصعبه اللي احنا كنا فيها. بياخد برشام ايه يعني؟ بياخد حاجات اللي هو يعني نوع من انواع المخدر يعني عشان هو ينسى ظروفه، بدل ما يحل الظروف اللي احنا فيها بيلطش دماغه. راح اتجه للموضوع ده، بس انا كنت واخده بالي من تغيراته ونبهت اخوه هو كده متغير وانه مش طبيعي وكده، بس ما حدش سال يعني. طيب. اصلا السؤال يا ست ام طه، انا تقريبا فهمت يعني اغلب المضامين، عايزه حضرتك تقولي لي السؤال عشان لو في حاجه استعلم من حضرتك عليها يبقى معايا وقت. انا دكتوره تحديد. انا دكتوره ناديه، انا بمر باصعب ظروف اي واحده ممكن تمر بيها بسبب القروض اللي جوزي اخذها، وبسبب الظلم وكل الناس ظلموني، حتى اهل هم كلهم اهل مع بعضهم، فظلموني ظلم وجع عليا ظلم كبير انا واولادي يعني. فانا اضطريت ان انا اسيب مسكني اللي انا عايشه فيه بسبب الظلم ده، واتكنت في مسكن ثاني، وهو ظروفه ما تسمحش اصلا ان هو يدفع لي ايجار للبيت ولا يصرف على الاولاد ولا كده. امال انت بتوفري المبلغ ازاي يا ست طه؟ انا اشتغلت على شركه امن بعد ما سبت يعني بيتي وكده، فكنت باخد 1200 جنيه، فكنت بوفر حد الايجار. طيب السؤال يا ست ام طه تحديدا، انا فهمت دلوقتي انتقلتي الى سكن اخر وبقيتي تشتغلي السؤال دلوقتي انا دلوقتي في غلط عليا ان انا مثلا بلزم جوزي ان مثلا يسكنني مسكن بس عشان ابعد من المشاكل وعشان نفسيتي ترتاح من بعيد من الناس ومن المشاكل، وناس بتقول ارجعي بيتك، فانا خايفه ارجع بيتي يحتكوا بيا. انت لو رجعتي بيتك هتتعرضي لمشاكل شديده من قبل اهلك، هيصعب عليكي تعيشي وسطهم بالمشاكل اللي بيعملوها. فانت طلبتي منه، خلي حضرتك معايا، انت طلبتي منه يغير المسكن، هو ما لم يقبل، فحضرتك نقلتي اشتغلتي وبداتي توفري مسكن تاني وعشتي فيه انت وولادك. طب ما تقولي له يجي لك في المسكن بتاعك. ما هو معايا في المسكن، بس هو المشكل يعني هي المشكله دلوقتي في ان يعني المسكن ده مش موفر، لان احنا اصلا وفرونا من شغلنا يعني انا وفروني بسبب الكورونا. انا بس عايزه السؤال يا ست ام طه عشان احنا طولنا كده، بس انا بس الظروف يا دكتوره ناديه، بس وان انا خايفه ان انا اكون بلزم جوزي وان انا ممكن اخليه ان هو ادفعه يعني ان هو يغلط ثاني بسبب الظروف، فانا مش عارفه اعمل ايه، ارجع بيتي للمشاكل ولا اقعد كده وانا معيش ان انا هو مش معايا حاليا. انت مش معاكي انت كمان توفري الايجار بتاع البيت. مش معاكي. مش معايا مش معايا. فانت دلوقتي خايفه ان تكوني بتلزميه بانه يوفر لك سكن فوق طاقته، فتخليه يروح يرجع للغلط مره ثانيه. للغلط مره ثانيه بعد ما هو تاب وخلاص واتكف لاخواته. ربنا يهدي ويصلح حاله. حاضر، شكرا، اشكرك، شكرا يا ست ام طه. استاذه سمر. استاذ سمر سلام عليكم. ايوه معاكي. اتفضلي يا ست. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. اتفضلي يا ست الكل، انا سامعاكي. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه وحضرتك طيب بألف خير. ربنا يبارك في عمرك وحضرتك كمان. انا مع اذنك بس يا دكتوره هستشيرك بس بحاجه بسيطه كده على السريع. اتفضلي. حاضر. معاكي. انا حامل في الشهر الثالث. حامل في الشهر؟ وكنت رايحه اتابع عادي كده عند الدكتور.
فالدكتور قال لي ان الجنين ده في حاجه في المخ مش مكتمله ولازم ينزل. لازم ينزل عشان الحاجه مش مكتمله، يعني عايز في حاجه مش مكتمله ومش هتكتمل. في ضرر عليكي؟ في ضرر على ايه بالظبط يعني؟ لا هو بس انه في حاجة. طب وايه الاثر اللي هيترتب على انه لو لم يكتمل الجزء ده في المخ؟ يعني ايه اللي هو بيرجح؟ هيتولد في شهر 9 عادي هيقوم ميت. انه ايه يا فندم؟ هيموت، يعني لو اتولد في ميعاده الطبيعي هيموت مش هيعيش. حاضر. فالدكتور كتير، كان رحت الدكاترة كتير جدا قالوا لي ان هو يعني ايه حله ان هو ينزل. يعني انت قررتي ده، يعني انت رحتي عرضتي الامر على اكتر من طبيب مش طبيب واحد. طب لو انت يعني انت لو تركتيه هو عايز يقول لك ان ده، ان لو ترك حتما ان هو بعد كده عند الولاده وكله بامر الله انه يولد متوفى، ده اللي قصدك تقوليه، فهم عايزين ينزلوا للامر ده. طب ماذا لو عاش؟ ما قالكيش؟ نعم. الاطباء اللي عرضتي عليهم الامر ما فيش حد قال لك ماذا لو عاش هذا الجنين بعد ذلك؟ ما فيش اي دكتور اداني امل ان هو يعيش. حاضر يا ست يا استاذه سمر، ربنا ييسر ويفتح ويلهمنا الصواب. لا استاذ كريم. أيوة السلام عليكم. اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. ربنا يديم حمده عليك. امين يا رب. كان ليا سؤال حضرتك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضاش يصلي على المديون. طيب اللي عليه دين كبير جدا ومش في امكانياته ان هو يسده ولا قدر الله توفى. بس هو عنده النيه للسداد وبيسعى لكنه عاجز، ولكنه عاجز. فمصيره ده ايه يا فندم؟ حاضر حاضر يا استاذ كريم. في حاجه تانية؟ اتشكر لحضرتك، بس انا ارجو من حضرتك ومن المشاهدين الدعاء ليا بس بفك الكرب. ربنا يفك كربك وكرب كل مكروب يا رب. كتر من الصلاه على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام مع سعي حضرتك ان شاء الله كده ل القيام بأداء حقوق الخلق، وربنا إن شاء الله يأذن بالفرج والفتح. يا أستاذ أحمد سلام عليكم. عليكم السلام يا دكتورة، بارك الله فيكي. أمين يا رب. أمين. دكتورة أنا أحمد من دمنهور. دلوقتي يا دكتورة أنا أصبت بال 15 يوم. شفاك الله وعافاك إن شاء الله. الحمد لله إن النتيجة طلعت سلبية وشفاني الله أنا الحمد لله، الحمد أنا وزوجتي. الحمد لله. دلوقتي يا دكتورة كنت نادر نادر إن أنا أطلع مبلغ يعني للصدقات بفضل الله ان ربنا شافعني. فدلوقتي انا كنت عامله على صندوق تحيا مصر. هل ده يجوز يعتبر صدقه لصندوق تحيا مصر لمرضى الكورونا؟ انت عايز توجهه للصندوق، ايه المشكله؟ صندوق تحيا مصر هل ولا مطلعه على مثلا بيوت الزكاه اللي هي العاديه؟ انت حضرتك ده انت عايز تفرق ما بين اذا كان ده اللي حضرتك هتطلعه بنيه الوفاء بالنذر ولا حضرتك عايز تطلع من عندك الوفاء بالنذر؟ لا مفيش اي مشكله، مفيش مشكله طبعا. يا ريت. طب السؤال الثاني، في برضه مبلغ طلعه للصدقه، هل اجوز بقى اطلعه برضه لنفس الصندوق؟ انت عندك الصندوق ليه ابواب كتيره، صندوق تحيا مصر ليه ابواب كتيره. طب يا دكتوره جزاك الله خير. سؤال بس ثاني، الست ايام بتوعي اللي هم بتوع البيت دكاتره منعيني ان انا اصوم في حاله استشفاء والعمليه في اثار جانبيه وقالوا ما فيش ارهاق وكده، هل نطلع مكانهم صدقه ولا نصومهم في ايام الامر الامر على الساعه يا استاذ احمد، دي سنه. يعني السنه الانسان لو انت متعود سيادتك لو متعود كل سنه بتصوم السته بتوع شوال وجات السنه حصل لحضرتك هذه الاصابه بالكورونا وربنا شفاك وعافاك لكن نصيحه الاطباء الا تصوم ان شاء الله ماجور بفضل من الله زي كل سنه لان ده امر انت اعتدت تعمله كل سنه منعك منه عذر المرض هتحرم الثواب؟ لا، ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا انك لن تحرم الثواب لان اللي اعتاد انه يعمل عمل ويك عوائد كده طيبة من الأذكار من قراءة القرآن من الصيام من أي شيء أنت متعود تعمله وعرض عليك عارض وطرأ عليك أمر طارئ فمنعك من القيام بما اعتدت أن تقوم به أخذت الثواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم يعني اللي كنت بعمله وأنا صحيح سليم ولكن جه عليك العارض اللي انت فيه المرض ده ان شاء الله انت يعني مرجو ان شاء الله وان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك
بقبول جميع كل اللي تعمله، وان شاء الله تكتب لك الحسنات اللي انت اتعودت تعملها. ودي فيها ما يعني ملحظ مهم، اللي متعود عادة خير ما يقطعهاش حتى يأتيه العارض، ونسأل الله السلامة. أي عادة خير، واللي ما بيعملش عوائد طيبة من الأذكار، من القرآن، من الإطعام، من الصالحات، من الأعمال، يبتدي من دلوقتي، عشان لو حصل مع الإنسان شيء، في وقت الإنسان قادر وفي وقت الإنسان لا يقدر، بتفتح بيبقى صحيفة الحسنات شغالة بيتكتب فيها: لو طرأ عليك طارئ. ونسأل الله العفو والعافية والسلامة، وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مرحبا بحضراتكم من جديد، ونبدأ في الرد. يا آية بنات الست، آية بناتنا الصغار العشر سنوات، يعني نلبس الحاجات المناسبة لينا. إذا أنتم مستنين يعني النصيحة، أنا شايفة أنه بدري قوي موضوع نلبس الخلخال والكلام ده، هنتكلم بعد كده في حدود الزينة. يعني 10 سنوات، 11 سنة خلاص بقى لازم ننبه على حاجات كتيرة مهمة، لكن أشوف نلبس الحاجات المناسبة لسن. أنتم لسه صغار، بلاش نقلد الحاجات بتاعة الناس الكبيرة اللي ربما تتطور بأوضاع وأشكال مش لطيفة، وربما إحنا خلاص أنتم صحيح لسه ما بلغتوش، لكن شارفتم على البلوغ، قربتوا أنكم تكبروا تبقوا مسؤولات، ويبقى في حسنات بتتكتب ويبقى في سيئات بتتكتب. انتوا لسه بس الحسنات هي اللي بتتكتب، فانا شايفه انه بدري قوي الامر ده، وانه انتوا تعيشوا سنكم، وانه مش مناسب في السن الصغير ده نلبس الحاجات اللي فوق السن، عشان تتربى فينا ان الكل مرحله ليها الزينة ولي قدر الزينة اللي المفترض ان احنا البناتنا الصغيرين يلبسوه. لما يكبروا يبتدي الامر يتطور لما هو اكبر، فنعرف ايه الصح وايه الغلط. يا آية، فأرجو أن بناتنا الصغار أنصح بترك ذلك. أم طه، يعني في حاجات للبنات لطيفة ظريفة في سنكم، إنما نخش كده في الحاجات بتاعة الكبار دي حاجة مش مناسبة للسن ده، وما بتبقاش لطيفة لما بنلاقي بنات صغار بتقلد بنات كبار، والموضات اللي صح واللي غلط. لازم نحافظ على إن إحنا لسه بنات صغار، نلبس الحاجات المناسبة لينا. وأتمنى أن هم يكونوا سامعيني زي ما حضرتك بتقولي، وأنا بسلم عليهم ومبسوطة منهم أن هم بيسترشدوا بالسؤال الأول، يعني يسألوا قبل ما يتصرفوا، ده شيء جميل، وأنا تحياتي ليهم. يا أم طه، الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، والمفترض أن لو الإنسان بيتعرض لضرر في مكان ما وأراد أن ينتقل إلى مكان آخر، ده من باب أولى. على زوجك أن يجد عمل قدر المستطاع بحيث أنه يوفر لك الأمان في المسكن. على فكرة دي من المقومات، أنه الإنسان بيوفر للزوجة السكن اللي هي تعيش فيه، مش لازم يكون ملك، ممكن يكون إيجار، مش لازم يكون كبير، ممكن يكون صغير، لكن يتوفر فيه أن تأمن على نفسها وتأمن على أولادها. دي ألف به حقوقك في الشريعة الإسلامية: وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فهذا هو الأصل الذي لابد أن الإنسان دايما، الرجل المسلم المؤمن يسعى، هو اللي يسعى أكثر من المرأة، أن يجد لها سكنا صالحا تأمن فيه هي على نفسها وعلى أولادها. فحضرتك حاولي تعنيه من حضرتك من جانب، وهو من جانب إذا كنت بتعملي، إذا هو مش قادر يسد على الأمر لوحده، ولا أكلفه فوق ما يطيق، يعني أنا فوق ما يطيق، وإحنا الأمر يكون بالاتزان، أشوف إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان ما أضغطش عليه. نقطة تانية لازم أنصح فيها، الإنسان طول ما هو عايش في الدنيا هو في دار امتحان، في دار اختبار. مش معنى كده أن كل ما يجيني يعني قضاء الله بشيء يكون مش على هوايا، أروح أخد لي حباية معرفش إيه وأخو أتعاطى إيه عشان أنسى، أنا كده أهدرت العقل، وسأحاسب على ذلك حسابا عسيرا في الدنيا وفي الآخر. يكفي أن ذلك الرجل الذي يصنع ذلك يسقط في نظر زوجته، هتحترمك إزاي وإنت بتلطش عقلك وإنت عايز تغيب عن تحمل المسؤولية؟ ما أصل اللي بيجري يتعاطى شيء ده ما عندوش الإيمان، لم يدخل حقيقة إلى قلبه، لأن الإنسان إذا أدرك أنه لا إله إلا الله فلا معبود إلا الله، وإنه ربنا سبحانه وتعالى رب الأرباب الرحيم، فهو الذي يمده بالعطاءات كلها، يبقى عنده يقين قلبي إن ربنا مش هيسيبه.
اليقين اللي في القلب مع السعي بالجوارح هو ده التوكل الحقيقي على الله. ولو اتشد عليك شوية تصبر، أمال هتاخد ثواب الصابرين إزاي؟ هتاخد ثواب الطائعين إزاي؟ هيكون عندك اليقين الشديد في القلب عشان تتحلى بقلب سليم عنده تمام اليقين في عطاء الله ومدد الله له الدائم. ما تشوفش المنع أنه مش عطاء، ده المنع أحيانا بيكون عين العطاء. فأنا مستسلم في يدي القدرة، لكن مش مستأسد، لكن مش بأصارع القدر، إنما أنا مستسلم للقدر مع الأخذ بالأسباب. مستسلم للقدر بمعنى أني راضي، راضي بما يقدره الله سبحانه وتعالى علي، ولكن بسعى بالأسباب المتاحة. ربنا قفل ثلاث أبواب وفتح واحد، أشتغل على الواحد، الخير في الواحد ده اللي أنا مستقل بيه، اللي أنا مش عاجبني. سيبك من الثلاثة اللي كنت حاببهم دول وخليك في الباب اللي فتحه، خليك في الطريق اللي ميسره ليك، وخد بمنتهى الأذى واصبر وتحمل. ده النصيحة المهمة اللي لازم حضرتك توجهي الزوج إليها، مش يهرب من قضاء الله عليه بأنه يقع في معاصي. كيف يفتح له من أبواب الرحمات؟ كيف تفتح له أبواب الرحمات على هذه الحال؟ الإنسان وهو عاصي كده لازم بيلطش عقله. ده العقل ده نعمة كبيرة جدا. نزلت الآيات تحرم تعاطي الخمر لأنها تفسد على الإنسان العقل، فتحجبه عن العمل الذي لابد أن يكون الإنسان دائما أبدا ما فيش خطوة ولا كلمة ولا تصرف ولا حركة إلا بيفكر فيها. ليه؟ لأنه بيترتب عليها حياة أبدية، خلود في الجنة أو خلود في النار، نسأل الله السلام. لازم النصيحة دي للزوج يا ست أم طه. يا ست سمر، فيما أرى بالنسبة لسؤالك، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أنت بتقولي الإجهاض، هما بيقولوا لك أصل ده حتما هيموت. طبعا كل حاجة بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأنا فيما أرى على قدر ما تعلمت أنه ده ليس سببا للإجهاض، ليس سببا للإجهاض، إلا لو ترتب على بقائه ضرر بيك، إلا لو ترتب على بقائه ضرر بيك. لأنه الإنسان عشان يقول ده يموت ده يعيش كلها ظنون علمية لا نعرف إلى أين ستنتهي بالإنسان. هذا فيما أرى أختنا الفاضلة، وإن شئت الاستزادة في هذا الأمر يمكنك التوجه إلى دار الإفتاء المصري بما أنك يعني مقيمة في مصر. يا أستاذ كريم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتنع من الصلاة على صاحب الدين. النبي كله رحمة، كان بيعمل كده عشان يدفع بالصحابة لسداد دين هذا الإنسان الذي لم يتمكن من قضاء دينه. وفيما نعتقد من يسر ورحمة هذه الشريعة، إذا إن الإنسان أراد أن يسدد الدين فلم يستطع سداد هذا الدين وأداء الحقوق لأصحابها لعذر متحقق هو قائم فيه، يبقى في الحالة دي هو غلب ذلك الأمر. ما أقدرش أقول إن ده محروم أو مطرود يعني على جهة القطع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك تنفيرا للنفوس من إن هم ياخدوا الفلوس من الناس وهم عارفين إنهم لن يستطيعوا القضاء. اللي بيعمل كده ينطبق عليه جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. ولذلك مما هو معلوم في كتب الفقه بأنه إذا كان على الإنسان دين ولم يستطع القضاء ومات على ذلك، بيسن أنه كان بيخرج له من بيت المال اللي احنا دلوقتي نقدر نقول أبواب الزكاة، الزكوات، باب الزكاة يخرج منه دين الإنسان الذي عليه، سواء كان من الأحياء أو إنسان مات عليه دين. إذا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله سبحانه وتعالى عنه، وكمان أعانه الله سبحانه وتعالى بيعان على ذلك، أتلفه الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر في نية الإنسان والمقومات اللي معاه. ربما كان عامل حساب أنه حيسدد الدين من باب، فطرأ طارئ أفسد عليه تجارته وأفسد عليه الحصول على ماله فامتنع، فمنعه ذلك من سداد دين. لا يمكن أن احنا نحكم عليه كده أو تصرف الأحاديث على هذه الصورة، لكن للأحاديث في هذا الباب فهم وفقه لابد أن تفهم في نطاقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق. وفي الختام نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، راجين أن يتقبل منا وأن يجعلنا أهلا لقبول الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى
وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا وفتحا مبينا وعزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء. نسألك يا الله، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. أستودعكم عناية الرحمن، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.